بوليتكنيك أبو ظبي. التقنية اللي أنتوا تتعلمونها لازم تكون أحسن الموجود في العالم. تأسس معهد بوليتكنيك أبو ظبي عام 2011 من قبل معهد التكنولوجيا التطبيقية في إمارة أبو ظبي، واعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يعتمد المعهد نظاما دراسيا متميزا يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي على أيدي متخصصين وكفاءات ذوي خبرة، ويوفر عدة تخصصات سعيا لتخريج ما يلزم من المهندسين والتقنيين القادرين على العمل وفق أعلى المقاييس العالمية لتلبية متطلبات الموارد البشرية التي تنص عليها الرؤية الاقتصادية في خطة أبوظبي 2030. معكم فراس الحمادي، خريج أبوظبي بوليتكنيك هندسة ميكانيكية، وحاليا قاعد أدرس في هذه الجامعة مساعد مدرس حاليا، ويعني لي الشرف أني أنا أكون مساعد مدرس في الجامعة اللي خلتني صير مهندس. تنطبق شروط القبول في برنامج الدبلوم العالي التكنولوجي في معهد بوليتكنيك أبوظبي على حملة الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على معدل عال، لحرص إدارة المعهد على تخريج كوادر وطاقة بشرية مؤهلة للنهوض بالصناعات التكنولوجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم المعهد برنامج الدبلوم العالي والبكالوريوس في تخصصات متعددة: تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة، الطاقة النووية، تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية، تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات، تكنولوجيا هندسة البترول، تكنولوجيا صيانة الطائرات، تكنولوجيا هندسة الطائرات وإدارة الحركة الجوية، برنامج الأرصاد الجوية. والجامعة توفرنا جميع احتياجاتنا من اللابات، عندنا ماشين لاب، عندنا الميكاترونكس لاب، عندنا الروبوتكس او سي تي لاب، وعندنا مجالات ثانية مثل التخصصات ثانية مثل الميكانيكال، الميكاترونكس، عندنا الطاقة المتقدمة، عندنا البتروليوم في الجامعة. خريج بوليتكنيك أبوظبي يكون مؤهلاً وعلى كفاءة عالية لمزاولة المهنة في مجال التخصص، ويحصل الطالب الذي يجتاز الدورات التدريبية على شهادة مهنية في المجال الوظيفي، ويحصل عند تخرجه على درجة الدبلوم العالي بعد إتمام 3 سنوات من الدراسة النظرية والتدريب العملي التطبيقي. بشهادة الصناعة طلابنا أو خريجينا يختصروا تقريبا 2 سنين من التدريب بعد ما يتخرجون، جاهزين للماركت وجاهزين للصناعة وجاهزين للسوق. صحيح. لأن إيدهم خلاص تعودت على الهاندسون احنا نسميه، فيكونوا جاهزين. فلما يشوف الجهاز يشتغل عليه على طول بدون أي تدريب، فيختصر تقريبا 1 أو 2 سنين. يتبنى معهد بوليتكنيك أبوظبي مناهج تعليمية حديثة ومتطورة، هدفها تدريب العقول النيرة في الإمارات العربية المتحدة ليصبحوا جزءاً من الصناعات التكنولوجية المرموقة فائقة التقنية التي تساهم في ازدهار مستقبل الدولة. وأنا سعيد أني أدرس في جامعة بوليتكنيك أبوظبي. معكم مهندس راشد النقبي، أنا هني في منصب مساعد مدرس في جامعة بوليتكنيك. اهتمامنا في جامعة بوليتكنيك دائماً جودة التعليم، وعندنا مختبرات من أعلى جودة، نحاول دائماً نضيف لها أجهزة جديدة دائما لرفع مستوى التعليم. خريجين الحمد لله في تزايد مستمر عن كل سنة. في بعض الشركات حاليا تطلب خريجين بس من بوليتكنيك لأن تشوفهم هم جاهزين أكثر للشغل عندهم. بوليتكنيك أبوظبي يسعى لتوفير الطاقة اللازمة في التخصصات التكنولوجية المختلفة بتجهيز الكوادر الوطنية الماهرة المؤهلة لخدمة المؤسسات الصناعية في دولة الإمارات.